السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. خالد الغندور مش مكفيه اللي بيعمله في الكرة المصرية والكلام والأحداث اللي بيعملها ما بين جماهير النادي الأهلي وجماهير نادي الزمالك. خالد الغندور تطرق إلى أو وصل للكرة العربية بقى، يعني حب يخرج بره نطاق المحلية وعاوز يوصل للكرة العربية. اتكلم عن نادي الترجي التونسي في إشارة واضحة وكلام واضح جدا إن في إساءة لنادي الترجي التونسي. عارفين طبعا ان نادي الترجي التونسي في نفس مجموعه نادي الزمالك في دوري ابطال افريقيا. هل خالد الغندور حب انه يعمل ضغط على المسؤولين في الكاف قبل مباراه نادي الزمالك؟ لكنه ربما يكون ده هدفه يعني، لكن للاسف ما كانش عنده الشجاعه الكافيه انه يسيب كلامه اللي كتبه، تراجع بعدها. يعني على ما يبدو ان جماهير نادي الترجي على صفحته على فيسبوك دخلت بكثافه واتكلمت معاه او ردت عليه بطريقه خليته يسحب البوست الثاني. خالد الغندور قال ايه؟ البوست اللي كتبه خالد الغندور وسحبه قال لك ايه؟ للاسف فريق الترجي في تونس على مدار سنوات من التحكيم الافريقي اصبح واضح جدا لكل متابع لكره القدم الغاء اهداف صحيحه واحتساب اهداف من تسللات واضحه واحتساب ضربات جزاء وهميه وتبويض الفار واحراز اهداف باليد وشطب حكام. يعني خالد الغندور بيقول ان فريق الترجي على مدار السنوات اللي فاتت بيكسب بالمؤامرات وبيكسب بالامور التي تدار خلف الكواليس بعيدا عن عالم كره القدم يعني، او بعيدا عن المستطيل الاخضر. انا كلامي بقى هيبقى موجه للاخوه مشجعي نادي الترجي. مشجعي نادي الترجي في مباراة النادي الأهلي والترجي، الأهلي كان كسب هنا حضراتكم زي ما أنتم عارفين 3-1 وراح هناك اتغلب من نادي الترجي 3-0، والجماهير كان ليها وقعة شهيرة إنهم اعتدوا على أتوبيس النادي الأهلي، والوقعة الشهيرة إن هشام محمد خد له أكتر من غرزة، والكلام ده بسبب إن واحد إعلامي إمعة طرطور دلدول فندق فزدق من خلال الاعلام ادى ايحاء للاخوه التوانسه ان الحكم كان مرتش شركه الراعيه عرضت عليه مبلغ 200,000 جنيه، ان النادي الاهلي كسب زورا وبهتانا، واحد الناس هناك استشهدوا بناقد رياضي استضافوا فندق، والدلدول اللي عبد الناصر زين هيتكلم عنه بعد شويه، هنقول لحضراتكم عبد الناصر قال ايه يعني من خلال تويتري. قال لك نقلا عن الصحفي فلان الفلاني قال ان النادي الاهلي شركه راعيه دفعت 200 مش عارف ايه للحكم. رغم ان انا كاهلاوي عندي بعض التحفظات في بعض لقاءاتنا مع نادي الترجي التونسي واخرهم الوقعه اللي الجمهور اعتدى فيها على الاتوبيس، لكن مش هقول انهم معذورين لان في الاول في الاخر دي كوره، لكن من اول ايد انرامه والهدف اللي احتسب انرامه جابه في مباراه الاهلي والترجي مرورا بالمباراة مرورا بكلام وديع الجريء اللي قالها صراحة ان هو تدخل لإيقاف وليد أزارو قبل مباراة العودة في تونس، إلا ان ده كل هذه الأحداث ما تدينيش الحق ان انا احكم على فريق وانجازات فريق انها كلها بالزور. مش هقول يعني يا اخي يعني اقل حاجة بعض جماهير الترجي ترد عليها على خالد الغندور يقولوا له يا خالد يا غندور ما تشوف الكابتن فاروق جعفر كابتن نادي الزمالك السابق قال ايه على بطولات نادي الزمالك الافريقيه وبياخدها ازاي؟ يعني قال ان الحكام كان بتيجي وموثق والدنيا في حالها شايفه، بطولات نادي الزمالك كان الحكم بنقعد معاه نديه بورسعيدي ان كان بياخد 200 دولار نديله مش عارف يروح نتساوى ان كان بيجيب له عربيه مش عارف يجيب له عربيه ايه، والحكم يقول لنا عايزين ضربه جزاء ولا طرد في اول ربع ساعه؟ يبقى مين اللي بطولاته بالتحكيم؟ اذا بليتم فاستاتروا يا عم خالد. ثم احنا هنا بيننا وبين بعض، ادينا بنشاغب مع بعض، ادينا بناخد وبندم، ادينا بنحفل على بعض، لكن بقى توصل لانك تدخل يعني تعمل ازمه ما بيننا وما بين دوله عربيه شقيقه
هو الكلام والردود خلته سحب او حذف البوست تاني تاني وتالت وعاشر. يا خالد غندور عايز اقول لك ان كان عندك الجراءه تقول اثبت على موقفك، ما عندكش الجراءه تثبت يبقى ما تقولش من البدايه. هنا مش فتحه صدر، هي مش عافيه. كل كلمه المفروض الانسان بيقولها المفروض يبقى على قدر المسؤوليه انه يقولها، يعني يتحمل مسؤوليتها ويتحمل عواقبها. علشان كده دايما بقول المفروض ما حدش يتجاوز في حق حد، المفروض ما حدش يطول حد. انقد فنيا داخل المباراه، عندك معلومه اثبتها. يعني انت بتقول انه الاهداف واللي مش عارف، عندك معلومه اثبتها. هل في رشوه؟ اثبت لو في، لكن ما فيش بلاش ادعاءات. انت هنا بعض الناس بتصدقك وبتمشي وراك، لكن هناك لا. انت لازم يعني يبقى في حساب لاي حد بيتجاوز ويتكلم ويفسد العلاقات ما بيننا وبين اي دوله عربيه شقيقه. يعني عبد الناصر زيدان علق على احد الناس اللي كتب بوست وحذفه بخصوص نادي الترجي التونسي، قال لك ايه؟ بيليا دلدول راح يشوف له سبوبه جديده، قال لك اهاجم الترجي التونسي، جماهير الترجي نفخوه وقتي، راح ماسح البوست. وده الطبيعي بتاع الدلدول، عرض واجري، وفي بهايم بتصدق. ده كلام عبد الناصر زيدان او البوست اللي كتبه عبد الناصر زيدان عن احد الناس اللي كتب بوست ومسحه عن نادي الترجي. بالنسبه لخبر خاص بشادي محمد، وانا مش فاهم يعني ايه الداعي ان يتقدم نادي الزمالك بشكوى، مش قادر افهمها يعني ضد شادي محمد. يعني قال لك كلفت اللجنه الثلاثيه خبر يعني بنادي الزمالك برئاسه المستشار عماد عبد العزيز الشؤون القانونيه بالنادي بتحريك شكوى رسميه لدى المجلس الاعلى للاعلام ضد شادي محمد لاعب النادي الاهلي لاتهامه باثاره الفتنه والوقيعه بين جماهير الاهلي والزمالك بعد تصريحاته غير المسؤوله عبر احدى القنوات الوطنيه بان مصر بها اكثر من 80 مليون مشجع اهلاوي متجاهلا الشعبيه الكبيره والعريضه لزمالك. هو حر يا اخي، انا شايف ان الاهلي هو 100 مليون. هو الكلام ده تمام قلت البطوله، يعني حضرتك النهارده تجاهلت شعبيه النادي الاهلي الكبيره في الوطن العربي وقلت احنا اكثر شعبيه في وده على الرغم برضه عايز تحاسب، تحاسب موقع او بصيره للاستطلاع اللي هو موقع بصيره اللي كانوا عملوا استفتاء كده بخصوص واستطلاع راي بخصوص جماهير النادي الاهلي طلعت 72%. دي حقيقه. قال لك ان مصدر نزل قال لك ان الشؤون القانونيه بالنادي تقوم حاليا بتفريغ محتوى الحلقه واعداد مذكره بتصريحات شادي لارفاق المطالب بايقافه خاصه ان هذه التصريحات تثير الفتن. يعني كل اللي بيحصل على شاشه نادي الزمالك ده ما بيثيرش الفتن، من التهكم على اداء النادي الاهلي كاس العالم للانديه، من التقليل من انجاز النادي الاهلي، وان شادي محمد يقول لجماهير نادي الاهلي 80 من هو ده اللي هيعمل والله. وكمان لما احد الناس زي عصام سالم بن مخيل الغدور يقول لك ما ينفعش لازم ان الناس الرعاه يعني زي الاعلانات تتذاع فيها اغنيه نادي الاهلي مباراه نادي الزمالك، راعي او معلن بيدفع ثمن الاعلان للقناه اللي هتبث المباراه اللي شريحه بس عشان تجيب فلوسها باي طريقه. حضرتك لو ما زعش الاعلان ده القناه حضرتك هتدفع الفرق لها يعني اللي هتدفعه هو البث؟ يعني انا مش فاهم. ثم ان الكلام ده، شوف انا جاي لك قبل مباراتك بذيع اغنيه للنادي الاهلي، طب معناه ايه ده يا اخوان؟ انتوا مش قادرين تحسوا وتفهموا النادي الاهلي في حته ثانيه خالص ليه يعني؟ ده بالنسبه لشادي محمد. بالنسبه لرمضان بيكهام، رمضان بيكهام لاعب النادي الاهلي قال لك الاهلي حققوا حلم جماهير النادي في التواجد على المنصه في التتويج، وقال منذ بدايه البطوله ونحن نحلم بالتتويج بميداليه من اجل اسعاد جماهيرنا في كل مكان، وحتى بعد الخساره امام البايرن في نصف النهائي لم نيأس وكانت لدينا رغبة قوية في الفوز بميدالية المركز الثالث والتفوق على بالميراس، وعندنا ارتباطات مهمة خلال الفترة المقبلة سواء على الصعيد المحلي أو القاري، وهنبدأ يوم الثلاثاء المقبل مشوارنا في دوري أبطال دور المجموعات دوري أبطال أفريقيا أمام المريخ، وكلها منافسات مهمة للغاية ولدينا جميعا رغبة في السير قدما نحو إضافة مزيد من البطولات للنادي في عهد هذا الجيل من اللاعبين. بالنسبة لعلي لطفي حارس مرمى النادي الأهلي قال لك حصلنا على فيديوهات عديدة للاعبي فريق البرازيلي بالميراس من قبل الجهاز الفني، وعقد ميشيل يانكون مدرب الحراس أكثر من جلسة معنا كحراس.
الراس للفريق من اجل الاستعداد جيدا لكل الظروف الخاصه بالمباراه، وتحديدا في حال الوصول الى ركلات الترجيح، وقال جهزنا ورقه خاصه بلاعبي بالميراس وطريقه تسديدهم ضربات الترجيح، كذلك الزوايا التي يقومون بالتركيز عليها. وبالفعل نجم محمد شناوي كابتن الفريق في التعامل بخبره كبيره معها، وقاد الفريق لانجاز جديد يضاف الى هذا الجيل من اللاعبين الذين تعاهدوا على اسعاد جماهير النادي في كل مكان بحصد البطولات المحليه والقاريه. للاسف الشديد احمد مجاهد بيثير غضب الجميع بتصرفات من وجهه نظر غير مسؤوله، يعني ناس موظفين بقالهم مثلا 12 سنه واقلام، موظفين 12 سنه فجاه احمد مجاهد بيفصلهم، وكمان بداعي توفير النفقات الخاصة بالجبلية، ده على أساس إن الموظفين دول كل واحد فيهم ياخد له 10 5 15 20. إخواننا ده عمال نظافة. قال لك أحمد مجاهد فصل عمال نظافة، قرر إن هو يعني عمال النظافة ثلاثة من عمال النظافة إنهم يتم استبعادهم من عملهم، قال لك بسبب توفير النفقات. قال يعني الثلاثة بتوع عمال النظافة مع احترامنا لعملهم هم دول اللي مشكلين عبء على الجبلاية. أحمد مجاهد بيتخذ قرارات غريبة وأنا بصراحة مش قادر أستوعب ولا حد قادر يستوعبها طبعا. فريق الجزائري طبعا غادر القاهرة وبيشكر نادي الزمالك على استقبال، وكمان لازم يشكر نادي الزمالك على النقطة اللي اقتنسها من نادي الزمالك، يعني شيء طبيعي. برضو احمد مجاهد لغى قصه السلف عشان نرشد النفقات، يعني الناس الموظفين غالبا ياخد له 2000 3 بيمشي حاله، وكان مثلا خلال الشهر ممكن ياخد سلفه 200 300 وتتقسم منه مع نهايه الشهر، لك مفيش سلف وبتاع. يا سلام عليك يا احمد مجاهد، يا كل جنيه بيطلع بحساب. الخروف عايز جردل، والجردل عايز يد، والخروف عايز حبل. شكرا، انا حسن متابعه حضراتكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.